مساء الورد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. شلونك؟ شو أخبارك؟ زين الحمد لله، انت شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ تمام منيح. إن شاء الله دايما منيح. اي والله اذا اسمع صوتك كان منيح. إن شاء الله. اي سولفي لي هسه. عرفتي؟ زينب لا، نور روان. روان. انا خربط بالاسماء شلون يعني، شوفوا لي حل. روان لا شنو لا، عادي بالنسبة لي، يعني ما عندي مشكلة. مو البقية يزعلون يعني؟ البارحة نور زعلانة علي. لا عادي، مو هالدرجة اها يعني ما زعلين انت والله. روان؟ لا لا، ما زعل، بس فديتش يعني صار لي فترة مختفية. صح. شنو السبب؟ ان شاء الله خير، ماكو شيء. لا لا، ظروف. هو اتصل يعني ما يجاوب. اها اي صح، واكو لود بالاتصالات. روان احنا اليوم نحكي على الزواج او الحب قبل الزواج او بعد الزواج. انتي تفضلينه قبله ولا بعده؟ قبل الزواج طبعا. قبل الزواج، يعني مبتعدة عن فكرة انه اتزوج شخص وبعدين احبه ويحبني. لا يعني هو قبل الزواج طبعا. زين ليش؟ شنو السبب تختارين او تفضلين هذا الشيء؟ طبعا هو شيء مفضل، شلون؟ بس هو ماكو يعني ثقة بسبب الحب. اها حلو حلو، موافقة؟ عاشت. مو يعني ما اقول لي صحيح ولا مو صحيح، لكن هي دائما الطيور على اشكالها تقع، فالخاين صحيح. يوقع على بخاينة، واللي ما يحب صدق يوقع على بوحدة ما تحب صدق. لا بالنسبة يعني للبنات يعني عندهم ثقة، بس الشباب لا، مستحيل. شكرا، يعني احنا ما عدنا ثقة. لا شكرا احترامات إليك. شكرا. شكرا يعني. يعني مقصد يعني انت. ليش انت، بما انه انت حكيتي بهذا، انت مارة بهيجي موضوع يعني؟ يعني تقريبا شنو صار وشلون عرفتي انه هذا الشخص مو قدها او لعوب او هيك شيء؟ لا، ما اقدر اوضح اكثر. لا هو اريد اعرف شلون عرفتي موضوعه، بس يعني بدون ذكر اسمه او تفاصيل القصة يعني. يعني هواية اسباب، فما اقدر احكي، اها نعذرني. زين، ما قدرتي تواجهي، ما واجهتي وقلتي له انه هذا الشيء انت يعني ليش شي سويت؟ طبعا اذا يحلف مش اه يمين. يعني نكر. اي لا علي. يلا ولا يهمك روان، ان شاء الله الله يعوضك بالافضل. وان إن شاء شاء الله. الله عن قريب نسمع صوتك وصوته، صوت شريك حياتك ان شاء الله، وتتصلون بينا. إن شاء الله تمام. وشكرا لك ولاتصالك ولمشاركتك اكيد.